مش لايف. السلام عليكم ورحمة الله. في 2019 في هذا الزمن رسالة لكل أم أخت امرأة مصرية عربية أو حتى أجنبية، خلونا نقابل الناس اللي تستحق التكريم ونقابل الناس اللي تستحق أن يكونوا تاج على الرأس. دكتورة أمينة واحدة، دكتورة أمينة نبوية عبد الصمد، مش هقولها دلوقتي في الآخر. الدكتورة أمينة نبوية عبد الصمد واحدة من أهم السيدات المصريات اللي أنا شخصيا أتشرف بمعرفتها، وهي تاج ليس على رأسي فقط، لكن لو اللي بيسمعني أو بيشوفني عنده ثقة 1% فيما أقدم وما أشعر به، فأنا معي اليوم امرأة من طراز مختلف، فاسمحوا لي تعرفنا بنفسها وندردش معها شوية. ازيك يا دكتورة؟ اخبارك واحوالك؟ انا اللي فخوره ان انا تعرفت على حضرتك. اشكرك. وسعيده ان انا شفتك، وطبعا ما كانش ليا الحظ ان انا اتعرف على حضرتك قبل كده، لكن النهارده سعيده جدا بمعرفتك. طبعا أشكرك. لما سمعتك وانت بتتكلم، بسم الله ما شاء الله، علم زاخر تبارك الله. اشكر حضرتك. وشاب واعد ما شاء الله لك قوه. سيبك بقى مني، انا حاجه رغم. مفرحه فعلا. إن لما نقول إن مصر، لما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن مصر 67% منها شباب، فهم فعلا 67% أجمل شباب وأحسن شباب في العالم، هم دول اللي مصر هتقوم بيهم، وهم دول اللي أنا لما أكون أنا ست كبيرة دلوقتي وأقول إن أنا عندي شباب موجودين في مصر هيرفعوا قومة مصر عليا إلى أعلى، يعني الى اعلى مكان باذن الله. ولما الرئيس قال ان فعلا مصر بلد شابه، هي فعلا بلد شابه، زي دكتور حبيب وزي دكتور سمير ما شاء الله تبارك الله، استاذنا دكتور محمد سمير الله يبارك فيهم يا رب العالمين. نعم. ويحفظهم. شباب يعني يشار لهم بالبنان وربنا يحفظهم، وانا يعني هرقيهم واحصنهم من عينين الناس ومن اللي حصل في المؤتمر النهارده ومن الكلام اللي قالوه، لان هم الحقيقه فخر لكل الشباب، فخر. وانا فعلا انا فخوره اصلا ان انا قاعده معاهم، وفخوره ان انا في وسطيهم. انا يعني بالنسبه لهم حاجه صغيره جدا، وهم ما شاء الله لا قوه الا بالله، الله يعزهم، علم زاخر يعني، الله يعزهم، وعندهم حب للبلد وحب للناس، وعندهم عطاء اللهم بارك. يعني المبادره اللي دكتور حبيبي النهارده اتكلم فيها، يعني عايز يخدم البلد وعايز يخدم كل الدول العربيه، ويا رب يعني يقدر يعمل كل اللي نفسه فيه وزياده. واتمنى كل الحكومات وكل الدول العربيه تساعده. يا رب يا رب. اتمنى طيب. ان يوصل صوته. انا راجل بتكلم كتير غايب. دو 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 دو. الدكتوره نموذج عملي، حاجه كده شغل. يعني انا راجل رغاي، لكن دكتوره حضرتك في حياتك العمليه قدمتي نموذج رائع، وهو اولادك. انا باحث في وزاره الماليه، ما زلت باحثه في وزاره الماليه، ومدرب معتمد المركز العربي للتدريب والتنميه البشريه. ايوه. عملت دكتوراه بحثيه فخريه في رياده الاعمال الرقميه. نعم. في منظمات القرن الحادي والعشرين تبع مجلس علماء ومبدعي مصر والعرب. روعه. ولايف كوتش ما شاء الله عليك. والحمد لله رب العالمين، عندي ولدين اللهم بارك فيهم واحفظهم. الله الله. وجاي احضر مؤتمر النهارده. اسمائهم محمد ومصطفى علاء التالي ما شاء الله. جاي احضر مؤتمر النهارده. نعم. مع دكتور عبد المنعم عباس. نعم. ده اليوم الجميل اللي انا كان ليا الفخر وكان ليا السعاده ان انا اقابل دكتور حبيب فيه، فالحمد لله رب العالمين. بعت رساله لابنائك. اقدم ورقه عمل. رساله لابنائك تقول لهم ايه؟ هذه الام العظيمه امكم افخروا بيها، احنا فخورين بيها جدا جدا. ربنا يخليك. فقول لهم رساله. ربنا يبارك فيكم انتوا سندي، وانا طبعا سعيده بيكم وفرحانه بيكم، وربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويرزقكم الصحه الطيبه، وانتوا اجمل سند واجمل يعني اجمل استثمار طلعت بيه من الدنيا. وان شاء الله يوم ما اقف قدام ربنا يوم الموقف العظيم هقول ان انا اديت الامانه اللي عليا ان شاء الله، ان شاء الله، وانتوا تكونوا شاهدين ان انا اديت الامانه اللي عليا، وان شاء الله تكونوا فخورين بيا يا رب العالمين. وكل اللي بحاول اعمله في حياتي ان انا اسيب لكم بصمه، يتقال ان النبوية كانت انسانة كويسة او كانت ام صالحة، ويا رب اكون كذلك يا رب. يعني طبعا ولا تزكوا انفسكم، انا مش بزكي نفسي، لكن انا بتمنى ان انا اعمل عمل او اعمل اي حاجة تكونوا فخورين بيا. احنا كلنا فخورين بيكي، كلنا بنحب حضرتك وبنحترمك، كلنا هنفضل فاكرين كلماتك الطيبة النهاردة.
ما وراء الكاميرا اكثر بكثير من امام الكاميرا. احنا بنتكلم عن شخصيه ان شاء الله هنخش دلوقتي الاستثمار في العنصر البشري، وعايزين نسمع بقى تجربتك في الحياه وهنسجلها وبرده نبثها باذن الله. سعداء بحضرتك. شكرا يا دكتور. السلام عليكم ورحمه الله. في امان الله. السلام عليكم.